فضيلة الشيخ حفظك الله، أيهما أولى عند طالب العلم في بداية طلبه للعلم، حفظ كتاب الله عز وجل أم قراءته؟ الأفضل لطالب العلم أن يحفظ كتاب الله، لأنه هو أصل الكتب وأنفع الكتب، فيحفظ القرآن أولا. ولكن إذا أمكن أن يحفظ القرآن ويحفظ ما تيسر من متون الحديث النبوية كان هذا خيرا، ويحضر جلسات العلمية أيضا عند العلماء. لكن لو قدر أن يقول أنا لا يمكن إلا أن أحفظ القرآن أو أحضر عند العلماء، قلنا ابدأ بالقرآن لأنه الأصل. نعم.